طب معلش عندي سؤال، يعني ايه اللي ممكن يبقى جديد في اللعبه بتاعتك؟ يعني على ما اعتقد هي اللعبه كلها يعني بتعتمد على القوه البدنيه والعضليه، فايه اللي ممكن يختلف بالنسبه لك يعني في شكل مثلا التمرين؟ يعني هو مثلا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك التمرين بيبقى جزئين، جزء الرمي وجزء الحديد، فهو ممكن مثلا يغير، يعني هي طريقه الرمي واحده يعني، بس انت ممكن يغير مثلا ايه، ترمي مثلا بجله وزنها اتقل شويه او اخف شويه، وفي الوقت المحدد ده عشان تخليك انت توصل البطوله تبقى يعني اعلى مستوى ليك. وبرده نفس حاجه في الحديد، في اصلا تمرينات جديده يعني متخصصه للعب اكتر بتساعد انت تعلي مستواك فيها ما كنتش اعرفها قبل كده، وطرق تمرين برضو وايام التمرين، يعني ممكن تتمرن 3 ايام في الفتره دي او 4 ايام في الفتره دي على حسب، يعني في كذا حسبه.